بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد، أحب أن أحيي إخوتي الأفاضل الذين سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة، وأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة وأجزل لكم العطاء والخير. فهنيئا لكم ما حباكم به المولى من خير وما تفضل به عليكم من إنعام، حيث أتيتم إلى بيت الله الحرام ترجون الثواب وتأملون الأجر وترغبون في المثوبة. العمرة أيها الأحباب من أجل الأعمال وأفضلها. العمرة أن يعمر الإنسان البيت بأداء نسكه الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. الحج له وقت محدد، الحج أشهر معلومات، هناك يوم التروية وهناك يوم عرفة ويوم النحر ويوم الرؤوس وأيام التشريق وما أشبه ذلك. أما العمرة يأتي الإنسان ليلا أو نهارا، صيفا أو شتاء، ربيعا أو خريفا، فإذا مر بالميقات أحرم منه وقال لبيك عمرة، وإذا جاء إلى البيت طاف وسعى أو حلق وحلق أو قصر. والمرأة تأخذ من ضفائرها قدر أنملة، وبذلك تنتهي العمرة، يعني خلال ساعة أو ساعتين يكون الإنسان قد أكمل عمرته. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر، والمرأة طافت وسعت وأخذت من ضفائرها قدر أنملة، يكون الإنسان حلله كل شيء كان محظورا عليه. حلله لبس المخيط، وحلله تغطية الرأس، وحلله تقليم الأظافر، وحل له الطيب، وحل له أن يأتي بما أحل الله له من أهله، فإن ذلك بأدائه النسك يعتبر حلالا بعد اكتمال ما ذكرنا من أعمال العمرة. يسأل أحد الإخوان عند دخولنا، يقول ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن أفعلها؟ نقول الأعمال كثيرة أيها الأحباب، منها قراءة القرآن، ومنها التسبيح والتهليل والتحميد، ومنها الاستغفار والدعاء، ومنها تكرار الطواف، لا السعي. السعي لا يتعبد بتكراره مرة واحدة، لكن الطواف لو طاف الإنسان من العشاء إلى الفجر، من الظهر إلى العصر، من الصباح إلى الظهر، وهكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة أو كذا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يطوف أي ساعة. ويقول العلماء عليهم رحمة الله أفضل ما يتعبد به الأفقي هو تكرار الطواف، بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين، وإلا فإن الطواف تكراره من أفضل الأعمال ومن أجلها، لأن قراءة القرآن يمكن أن تقرأ في أي بلد، لأن التسبيح والتهليل يمكن أن تسبح في أي مكان، لأن فعل الخير يمكن أن تفعله في أي بقعة من بقاع الأرض، لكن الطواف لا يكون إلا هنا. فلذلك قالوا
أفضل ما يتعبد به الطواف، لأنه في هذا المكان خاصة. يسأل أحد الإخوان يقول يمكن أطوف شوط وأكتفي شوطين أو أكتفي؟ نقول لا، أي طواف سواء كان ركنا كطواف الحج والعمرة، أو واجبا كطواف الوداع، أو مندوبا كالذي يتنفل به الإنسان، لا بد أن يكون سبعة أشواط، أي طواف. وإذا أراد الإنسان أن يزيد يأتي بسبعة أخرى، وإذا أراد أن يزيد يأتي بسبعة ثانية، وهكذا. يسأل أحد الإخوان يقول لو أقيمت الصلاة؟ نقول تدخل مع الإمام في صلاته ثم تكمل الأشواط. لو حضر صلاة جنازة تصلي عليها ثم تكمل. لكن لو حصل الإنسان أن انقطع وضوءه، يعني ما استمر على طهارة، حصل عنده يعني من مبطلات الوضوء، ما العمل؟ نقول يذهب ويتوضأ ويبدأ من جديد، ما يبني على ما سبق، لا، يذهب ويتوضأ ويبني من جديد ويبدأ من جديد. لماذا؟ لأنه ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. ولو أن أحدنا أحدث في الركعة الثانية أو الثالثة وجاء يسأل، نقول عليك أن تجدد الوضوء. طيب، يقول هل أكمل الركعات الباقية؟ نقول لا، تبدأ بالصلاة من جديد. وأما يعني السعي فلا يشترط له الطهارة، وإنما الوضوء لا بد أن يكون أن يرفع الإنسان الحدث، وأما السعي فالحدث الأكبر ممنوع، والحدث الأصغر يجوز للإنسان أن يسعى ولو كان متلبسا بالحدث الأصغر. قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في كتاب النكاح، والكتاب هو كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وهو من أنفس الكتب وأجلها. وابن قدامة عليه رحمة الله ألف لنا أربعة كتب، ألف للمبتدئين العمدة، وألف لمن قطع شوطا في طلب العلم المقنع، وألف لمن قطع شوطا أطول الكافي، وألف لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا كبيرا المغني. فألف أربعة كتب، وكتابنا هو الكافي. وربما يأتي بروايتين كما سيأتينا الآن إن شاء الله، أو يأتي بأكثر، لأن طالب العلم صار لديه من الملكة والمعرفة وبعد النظر ما يميز به، فعليه أن يقرأ الرواية هذه والرواية الثانية ويقارن بينهما ويعمل بما به براءة الذمة. عندنا أيها الأحباب كتاب النكاح، كتاب النكاح. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الأفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. لو أن إنسانا عقد على امرأة مثلا، وبعد العقد حصل أن توفاه الله، نقول عليه أن تعتد وترث ولو لم يدخل بها ولو لم يراها، ولو أنها هي ماتت فإنه يرثها، فإنه يرثها. فالمقصود بالنكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. إذا قلنا الصحيح ماذا نستبعد أيها الأحباب؟ نستبعد نكاح يسمونه النكاح الفاسد، ونستبعد نكاح يسمونه النكاح الباطل. ما الفرق بينهما؟ أقول الباطل الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. مرة أخرى، الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. ما هي الشروط؟ أقول الشروط أربعة، ويأتينا هنا إن شاء الله أنه ذكر خمسة. الشروط أربعة، وهي الرضا والتعيين والشهادة والولي. ثم هنا جاب شرطا آخر وهو الإجابة والقبول. وأما الأركان فهي ثلاثة،
الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. والزواج أيها الأحباب فيه مصالح عديدة وفيه فوائد جمة، وقد دعا إليه عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الشباب، نداء من المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، اللي يقدر يبادر يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن ذكرنا الآن الشروط، قلنا الولي والتعيين والرضا والشهادة، والولي لا بد له من ضوابط. مثل المرأة، المرأة الآن قلنا أيها الأحباب لو قلنا تملك عمارة في العزيزية، وتملك مزرعة في الشرايع، وتملك مثلا استراحات في حدة وكذا، من حقها أن تبيع وتفرغ وتأخذ الثمن وتتبرع وتوقف، وما حد يقدر يعارضها. لكن هل ستتزوج؟ لا، لا نكاح إلا يا أبا فهد، لا نكاح إلا بولي. يعني تبيع وتشتري وتتبرع وتوقف وتهب إلى آخره، وما حد يقدر يعترضها إلا إذا كان طريق فيه التواء فيمكن أن تقوم، لكن طريق سليم. لكن هل تستطيع أن تزوج نفسها؟ لا. هل تستطيع أن تزوج بناتها؟ لا. هل تستطيع أن تزوج أخواتها؟ لا. لا نكاح إلا بولي، والولي هو الرجل. طيب قالوا إذا ما في ولي ما عند أحد، ما العمل؟ نقول إذا ما عندها ولي ترفع أمرها إلى الحاكم وهو يتولاها، القاضي الشرعي. الحاكم ولي من لا ولي له، يعني تكتب رسالة أو معروض توديه المحكمة، أو ترسل بأني أنا فلانة بلغت من العمر كذا وليس لي ولي، أو عندها ولي وعضل. أنا قلت في المرة السابقة، قلت كم مرة يحصل عندي قضايا تأتي تقول إن أبوي ما رضي يزوجني، جاء فلان ورده، وجاء فلان ورده، وجاء ناس على مستوى رده، وأنا الآن بلغت من العمر ما بلغت، لازم أن تتدخلوا. نستدعي والدها ونحاول إقناعه، وغالبا بحمد الله أنه يوافق، ونجري العقد بموافقاته. لكن لو أصر، قد يكون له أطماع بعض الناس صلى الله عليه وسلم، قد يكون له بعض أطماع مادية ويرفض يرفض يرفض، وبعدين البنت تبلغ من العمر ما تبلغ ويفوتها هذا الشأن. فعند ذلك نستبعده ونأتي بأخيها الكبير، نستبعده ونأتي بعمها، نستبعده ونأتي بأحد أقاربها الذين يرضونا، ونقول للأب ليس لك من الولاية شيء، لأنك يعني وقفت في طريقها وعضلتها، وعضلتها يعني منعتها من الزواج. فإذا وجد الجد في هذا الكلام قال لا، ما عندي مانع وأنا موافق. فالآن أيها الأحباب نقرأ في كتابنا هذا، كتاب الكافي، ما يتعلق بالولي، وفي آخر اللقاء إن شاء الله نتناقش إذا كان لدينا أسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل. فإن تزوج بغير إذن ولي فالنكاح فاسد. إذا تزوج بغير ولي فهو فاسد، لا بد من الولي، لأنه أحفظ للمرأة وأضبط لشؤونها ويبعد عن كل ما يعكر الصفو. أما لو تولت هي أمرها فكما قال عمر رضي الله عنه، إن المرأة تغلب على أمرها، يقول عمر إن المرأة تغلب على أمرها. فقد يكون هناك من المغريات، وقد يكون هناك من الأمور التي تنجرف وراءها فتوافق، وفي ذلك ضرر عليها. لكن إذا كان الأمر بواسطة ولي حصل الانضباط، إذا ما وجد ولي أو عضل يتولاها القاضي، وهو الذي يقوم بذلك ويوصله إلى المكانة المطلوبة وإلى الشيء المرغوب فيه إن شاء الله. وهو القاضي لابد أن يحتاط، يعني إذا جاء مثلا قالت هذا فلان تقدم لي، يسأل عنه وعن تاريخه وعن سيرته وعن أخلاقه
وعن تصرفاته، فإن كانت مرضية أجاب، وإلا يعني طلبوا شخصا آخر وهكذا. نعم. لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها، فإن وطئ فلا حد عليه. يقول النكاح فاسد، لا يحل الوطء فيه. امرأة زوجت نفسها، نقول النكاح فاسد، لا يحل الوطء فيه وعليه أن يفارقها. نعم. فإن وطئ فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد، لأنه وطء مختلف في حله، في حله، مختلف في حله، فلم يجب به حد. يعني هل نقيم عليه الحد؟ يعني إذا ما دمنا قلنا فاسد، هذا النكاح فاسد وعقدوه، المرأة يعني هي اللي تولت، هل نقيم عليهم الحد؟ الحد الذي هو إذا كان محصنا جل، إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام. هل نقيم على هذا الحد؟ نقول لا، ما نقيم، لأنه نكاح مختلف فيه. هناك من يقول به من الأئمة عليهم رضوان الله، لكن ندرأ الحد، ندرأ الحد بالشبهة. نعم. كوطئ التي تزوجها في عدة أختها، وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد لأنه وطئ في نكاح. شيخ بكر، وشلون كمان تزوجها في عدة أختها؟ فارق أختها، يعني عنده زينب، وزينب طلقها، وبعدين عقد على أختها ودخل بها، هي ما انتهت العدة، لابد أن يتركها حتى تنتهي عدة الأولى، عدة الأولى وهكذا. وفي من الطرف أيها الأحباب، يقول عند يعني في أحد الناس وهو من العامة، كانت عنده زوجة، كانت عنده زوجة، وكان يعني متفق معها على المفاهمة والود والاحترام وكذا وكذا، هو أعجب بهذه الأسرة وأعجب بأخلاقهم وصفاتهم وحسن التعامل، وأراد أن يأخذ الثانية، أختها الثانية، فكان عنده زينب وأراد أن يتزوج ليلى، وأراد أن يتزوج أختها من الأم والأب ليلى، فما كان هناك من ينبههم أو يعني يذكرهم، أو ذهب وعقد على ليلى ودخل بها. لما علم أحد طلبة العلم نبهه وقال هذا شيء لا يجوز. قال لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تجمع بين الأختين. قال لا، أنا ما نبغى شيم، وأنا ما نبغى جاهل، أنا وحدة بلد كذا وحدة بلد كذا، ولا يمكن يجتمع ولا بالسنة مرة، ما جمعت بينهن. فعلم أنه يعني بهذه النقطة، وأنت قال ما جمعت بينهن، ما نبغى خبل، أنا هذه بلد وهذه بلد، سمى البلدان لكن ما أحب أذكرها أنا هنا، هذه بلد كذا وهذه، ولا يجتمعون ولا بالعيد ولا بالسنة، وكل واحدة بلد، ما جمعت بينهن. ولا لو جمعت بينهن صحيح تقدرون تعذرون تلومون وتسنكرون عليه، لكن كل واحدة صوب ما عندي. أي نعم. وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه. وطء في نكاح منصوص على بطلانه، نعم، لأنه بدون ولي. أشبه ما لو تزوج ذات زوج. أشبه ما لم ما لو تزوج امرأة مزوجة عندها زوج وتزوجها، نقول له هذا النكاح باطل. نعم، لأن عندنا الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون هو به مانع لأنه عنده أختها ما أشبه ذلك، أو أختها ما انتهت العدة، أو قد يكون عنده أربع ويزيد يكملها خمس، وقد يكون المانع من جهتها لأن هي مرتبطة بزوج لأنها مطلقة لكن ما انتهت العدة. نعم. فعمر رضي الله عنه يعني جاءت امرأة وادعت أنها طلقت وقد انتهت العدة، وقد انتهت العدة وها في شهر ما تنتهي العدة، لأن عندنا العدة كما يقول الفقهاء عليهم رحمة الله
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحسه أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. فالمعتدة ما يمكن أن تتزوج، فهذه لا تزال في عدته. المرأة هذه لما جاءت الخليفة رضي الله عنه قالت إن عدتي انتهت، طيب الزواج كم له الآن؟ قالوا الزواج له شهر، ما يمكن تتلعد، لأن المعتدات ست، الصغيرة والكبيرة، الصغيرة والعائسة عدتها 3 أشهر، والحامل عدتها وضع الحمل، وذات الأقرى عدتها 3 حيض، وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في مدده وهكذا. لكن هذه قالت في شهر واحد، في شهر واحد انها انتهت العدة. فعند ذلك سألوا كيف انتهت العدة، قالوا يعني قال اذا جاءت ببينة من اهلها فهي كاذبة. نعرف ان اقل مدة الحيض يوم وليلة، واكثر طهر بين اقل طهر بين حيضتين 13، واكثر مدة الحيض 15، اقله يوم وليلة. قالوا هذه المرأة يوم وليلة حيض و13 طهر، ويوم وليلة حيض و13 طهر، ويوم وليلة حيض، هذه 28، واكتمل الشهر معناه انه قال وفإن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. إن جاءت ببينة تثبت إن دورتها الشهرية يوم وليلة تصدق وإلا كذب، والبينة تكون من نسائها، يعني تكون على غرار أمها وخواتها وخالاتها وعماتها، كلهم الفريق هؤلاء وقت الدورة عندهم يوم وليلة ممكن، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 ولا حيض بعد 50، وأقل طهر بين حيضتين 13 وهكذا. أشبه ما لو تزوج ذات زوج، وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان. فإن حكم به حاكم ففيه وجهان، لأن حكم ما دامت المسألة يا أبا فهد خلافية، نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، فمسألة خلافية فحكم الحاكم يرفع الخلاف ويلزمنا اتباعه، ولا يجوز لنا نقضه إلا إذا خالف، أكمل يا بني، إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. طيب ما مثاله يا أبا فهد؟ ما مثل لما قلت؟ لا تلتفت يا شيخ علي، لا شيخ علي جيد بالز. نعم المفلس، أحسنت. لو حكم قاض بأن من وجد ما له عند مفلس فيكون عسوة الغرماء، وعندنا حديث من وجد ما له عند مفلس فهو أحق به، فهذا هو الذي ينقض لأنه خالف نصا صريحا. كذا شرح علي؟ نعم. أحدهما لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه، فأشبه الشفعة للجار. أشبه الشفعة للجار، شيخ عثمان ما معناها يا بني؟ وأشبه الشفعة بالجار، ترى ما أسمع صوته أنا شيخ، شيخ بكاي أنت بوش يقول علمني الشفعة؟ طيب وش قال تعريفها؟ انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بمعنى لو انتقلت وقف أو إرث أو هبة أو صداق ما في شفعة، لكن انتقلت ببيع وأنا شريك أقول لا أنا أولى وأخذها من شراها وأدفع له المال، هذه الشفعة. طيب وهنا وش يقول؟ هنا وش يقول يا بني؟ فأشبه الشفعة للجار، نعم، فهو أحق به. وربط كثير من العلماء هذه الفقرة بأنه إذا كان على الجار ضرر، أما إذا صرفت الحدود وبينت الطرق، يعني وجهت الحدود وبينت الطرق، كل واحد على، يعني لو لم يكن شريك جهر، الجار أحق بصقبه، لكن هذه ليست
الشفعة للشريك لأنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. هذا جار، أنا أملك الأرض هذه وأبو فهد يملك الأرض هذه، هل لو أن يشفع؟ نقول إذا كان عليه ضرر نعم، وإلا فلا، كذا نعم. والثاني ينقض لأنه خالف النص. والثاني ينقض يعني الحكم، العقد بتزويج المرأة نفسها ينقض لأنه خالف النص، والذي خالف النص ينقض. فإذا حكم به حاكم فنحن نطبق ما حكم به ولا نعترضه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. فصل. فإن كانت أمة، إذا كانت أمة السيد يواقعها بدون عقد، اشتراها فإنه يواقعها، والذين هم لفروجهم حافظون. شيخ عبد الله وين الشيخ عبد الله اليوم؟ ما جاء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا يا شيخ أحمد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. اشترى إنسان اشترى جارية، هل يحتاج يعقد عليها؟ لا، لأن بس يتأكد أنه ما حد مثلا واقعها قبله، خشية أن تكون أن تكون حامل، أن تكون يعني بعد أن يعني يتم التأكد من عدم وجود حمل. فهنا إذا كانت يعني هو يواقعها بدون عقد ولا يحتاج، لكن إذا جاء واحد يخطبها من اللي يزوجها؟ سيدها ووليها. طيب إذا كانت مالكتها امرأة، إذا كانت اللي تملكها امرأة، هل نقول للمرأة تعالي وعقدي لها؟ لا، من توكله المرأة، كما أنها توكل على عقد نفسها، سواء كان زوجها إذا كان له زوج، أو مثلا أخوها أو ابن عمها أو كذا، فمن توكله المرأة أو القاضي يتولاها. فصل. فإن كانت أمة فوليها سيدها، لأنه عقد على نفعها، فكان إلى سيدها كإجارتها. فإن كان لها سيدان، اثنين اشتركوا، أو مثلا إنسان عنده يعني الأمة في جواري، لكن في السابق كان فيه، فربما مثلا يقول أحد الناس يعني في السابق قبل 50 سنة أو 60 سنة يعني مات إنسان وعنده جارية وورثه أولاده محمد وعلي، يرثون الجارية هذه لكن ما يحق لهم يواقعوها، إذا كان والدهم قد واقعها فيحرم عليهم واقع، وإنما يكونون أولياء لها يزوجونها. هل ينفرد أحدهم؟ لا، لا، العقد للاثنين يشتركان فيه ولا ينفرد به أحدهما، بل يشتركان فيه أو أحدهما يوكل الآخر. نعم. فإن كان لها سيدان لم يجوز تزويجها إلا بإذنهما. وإن كانت سيدتها امرأة فوليها ولي سيدتها. فوليها ولي سيدتها يعني والد السيدة، ابن السيدة، أخو السيدة، من توكله ما في أحد، يروح للقاضي والقاضي يتصرف. يزوجها بإذن سيدتها لأنه تصرف فيها فلم يجز بغير إذنه كبيعها. وعند رواية أخرى أن وعنه رواية أخرى أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لأن سبب الولاية الملك، وقد تحقق في المرأة وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة، فكان لها التوكيل كالولي الغائب. وكان لها التوكيل كالولي الغائب يعني إنسان عنده بنت مثلا في المدينة ويصعب عليه فيوكل أحد يعقد، إنسان عنده بنت في اليمن ويصعب عليه يوكل واحد، إنسان عنده بنت في بلد من البلدان يكتب لفلان وكلتك في عقد زواج ابنتي فيقوم مقام الولي. نعم. ونقل عنه أنه قيل له
هل تزوج المرأة أمتها؟ قال: قد قيل ذلك، هي مالها. وهذا يحتمل رواية ثالثة، فإن كانت سيدتها غير رشيدة، سيدتها طفلة صغيرة، وإلا ليست في حالتها المعتبرة شرعا، يعني مجنونة أو سفيهة، ما من فيكون وليها هو ولي سيدتها. نعم. أو كانت لغلام أو لمجنون فوليها من يلي ما لهم، لأنه تصرف في بضعها أشبه إجارتها. فصل. وإن كانت حرة، يعني ليست رقيقة، ليست عمة، فأولى الناس بها أبوها، المرأة أولى الناس بها. لو مثلا عندنا مرأة وتوفي زوجها ولها أولاد ولها أب، هل الولي هو الأولاد، الولد أو الأب؟ نقول لا، الأب، لأنه أكثر شفقة عليها، أبوها أكثر شفقة عليها من أبنائها، لأنه أشفق عصباتها ويلي ما لها عند عدم رشدها. ثم الجد أبو الأب، ثم الجد، الأبوة قبل البنوة. نعم. بينما الابن أولى منهم في الميراث. نعم. ثم الجد أبو الأب وإن علا، لأنه أب، وعنه الابن يقدم على الجد، رواية ثانية. نعم. لأنه أقوى، أقوى تعصيب، لأن الابن لو هلك إنسان عن ابن وأب، أو هلكت امرأة عن ابن وأب، نقول الابن الأب له السدس والابن له الباقي، فلذلك الابن أولى. قالوا لا، الأب أكثر شفقة على ابنته من ولدها. نعم. لأنه أقوى تعصيبا منه. وعنه أن الأخ يقدم على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب. نعم. والبنوة أقوى. نعم. وعنه أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب، لأن عندنا باب في الميراث اسمه باب الجد والإخوة، لعندنا درجات التوارث، نقول أبوة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة وهكذا. نعم. والمذهب الأول لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالأب، ولأنه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما. ثم ابنه وإن نزل، لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كابنها، وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا، فقدم كالأب، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث، لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات. والآن الحمد لله نقول ما في إشكال في هذا الأمر، ولا يمكن أن نقع في خطأ، لأن العقد يكون عن طريق المحكمة وعن طريق المأذونين، والمأذون لديه العلم الشرعي ولديه المعرفة بمن هو أولى. نعم. وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى، فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فقدم كالأب. فإذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب، ثم مولى المولى، ثم عصباته، لأن الولاء كالنسب في التعصيب. لأهمية للعقد في المحكمة ووجود المأذونين يبينون كثيرا من الأمور التي قد تنطلي على بعض الناس. فقبل أيام وجيزة، يمكن قبل أسبوعين أو ثلاثة، قالوا أنه في عندنا في مكة هنا أجري، أرادوا إجراء عقد وتواعدوا وأرادوا إجراء العقد، وكان الزوج سيأتي من المدينة، فما شعروا بعد صلاة العشاء إلا وهو يدخل عليهم بلباس الإحرام. من هذا؟ قالوا هذا الزوج. طيب خلصت العمرة؟
قالوا ربما انه طاف وسعى وحلق وقصر. قال لا انا جاي على طول بالطريق. قالوا لا ما يصير، انت الان يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح ولا يمكن ان يعقد. طيب ما العمل؟ العمل تروح وتطوف وتسعى وتقصر او تحلق وتجي للعب. فهذه من الاشياء المهمه فالتي يعني ينبه عليها ولاة الامر ويؤكدون على مأذون الأنكحة بالانتباه، لأن الناس يعني مثلا قالوا الزوج بيجي من المدينة بعد صلاة العشاء ما شعروا هل هو يعني يلزم أن يكون بإحرامه ولا بدون إحرامه، وهو الرجل مر بذي الحليفة وأراد يغتنمها ويأخذ عمره. قالوا لا خلص عمرك الآن وإذا انتهيت ممكن. نعم، لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان مثله في التزويج، ويقدم ابن المولى على ابنه لأنه أقوى تعصيبا، وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته، وتحكم الأصل على فرعه، وهذا معدوم في أبي المولى فرجع فيه إلى الأصل. وإذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها، لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة. وعن أنها تولي رجلا في تزويجها لما ذكرنا في أمتها، ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اشتجروا يعني حصل بينهم خلاف يقرعون. نعم، فالسلطان إذا وجد السلطان. نعم، ولي من لا ولي له. ونكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.